بسم الله والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما زلنا نقترب من حكم الإمام علي كرم الله وجهه. لا يهونن عليك من قبع قبح منظره ورف لباسه. أو قول النبي عليه الصلاة والسلام ذو التمرين، لو أقسم على الله لأبره. يعني كلينتي ترى هيئته الخارجية تحكم، وليس بروسون تروب يعني مدار خدع. يقول فإن الله تعالى ينظر إلى القلوب ويجازي بالأعمال. أخذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس السياق، يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتلو اعتنوا بالقلوب وصفائها وأموال بالحلال منها. نعود إن شاء الله تعالى.